هو هذا الوقت ملي كدوز من الخدمه ما عرفتش مالها تعطلات عليا اليوم، ولكن اليوم والله حتى غندوي معاها غنقول لها باغي نتزوج بك على سنه الله وراسه ولا يا جاي شو واحد دقيقة. السلام عليكم، ممكن نهضر معك واحد دقيقة؟ بصراحة أخشي تيا كتعجبيني وعشرة أيام هادي وأنا عاس عليك وحاضيك، كتبان لي غدا من الدار الخدمة ومن الخدمة للدار، وأنا راه باغي نتزوج على سنة الله ورسول الله، وبصراحة ناوي معك المعقول وناوي معك الحلال، وما تخافيش أنا راه خدام وعندي الدار وعندي الطونوبيلة، والحمد لله ربي مسهل عليا. وما نسكنكش مع الوالدة، غتسكن غير بوحدك في الدار. إلا بغيتيني نجي لدارك على سنة الله ورسوله. مرحبا بك أخويا، راك شتيني أنا من خدمة الدار للدار الخدمة، لكتينا والمعقول جا عندنا للدار. مرحبا أخشي، غنجيب دارنا، ولكن عندي شرط واحد، عرفتي شناهو؟ شناهو؟ وهاد الشرط هذا خصني نمشي نسول عليك الناس ونسول عليكم الجيران، حيت الجواج هذا كيقولوا الناس زمان، جواج ليلة مش دبيرو عام. خاصني نسول عليك، انا كتباني لي الصراحه من الخدمه للدار ومن الدار للخدمه، ولكن غنسول عليك الناس تاع الحومه. صافي سول. مرحبا. صافي اخشي سيري على الله، يلاه الله يعاونك. كنسول عليك ونجي عندك. مرحبا. الدريه هذه بانت لي درويشه ومعقوله والله يعمرها دار، ولكن راه الزواج هذا ما تعرف اش كاين، راه الناس كانوا في الخمار وقاو مهزين المتفجرات بنات هذه، غنمشي نسول عليها ونتزوج بها. والزواج هذا ضروري خاصني نسول عليها، يا ربي دوزا شي مرة نسول عليها، يا ربي يا ربي. هاهي بانت لي واحد المرة دايزة. أما نمشي واحد دقيقة إلا كان ممكن نهضر معاك. السلام عليكم. السلام. كي دايرة الحاجة؟ الله يحفظك. بخير لاباس؟ الساعة بغيت نسولك، ولدك باغي يتزوج على سنة الله ورسول الله، بانت لي واحد الدرية سميتها مديحة من الخدمة للدار ومن الدار للخدمة، جيت نسولك عليها منج، اش بالك؟ مديحة اللي ساكنة لهيه؟ اياه هي هادي. لا وليدي مشيتي غال، باش عرفتها من الدار الخدمة ومن الدار الخدمة؟ كنشوفها بعينيا. ايوا انت كتشوفها عادية وغدا للدار. حضيها في من الخدمة شوف اش كدير. ياك أمي مشاتك مزياناش؟ لا 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 لا، نوصيك وليدي بحال وليدي، وياك تاخذ هذيك مديحة ترى طوموبيلة تحطها وطوموبيلة تجيبها. ياك ما مزياناش وليدي ما تاخذهاش، أنا قلت لك التقليد عليك ماشي سوقي. والله أمي مشي تا كنت كنحسب ليا راها مزيانة ودريويشة ومعقولة وبنت دار وبنت العائلة، ولكن الصراحة ملي قلت لي هاد الهضرة غلطت فيها بزاف والله يتغلط فيها. وليدي إلا بغيتي بنات ديورهم وبنات العائلة سير العروبية، الله يعاونك هنا. لا والله إلا عندك الحق الوالدة. شوف هي كتخرج وكتسكر وكالطونوبيلة تهزا وموطور يهزا، هي عاهرة وباغا تزوج بيا أنا، ولكن دابا غنمشي غنندمها والله حتى غنندمها. ناري على فعيل دارت ليا صراحة، ما فعيل ما والو، كنت غنتقلب ونتزوج بها، والدرية النهار كامل وهي كتخرز وكتسهر وكتبلبلها والقيامة، وانا كنت كنشوفها غير من الدار الخدمة، ولكن والله هي ما غتبقى فيها، غتجي عندي غنندمها. هاهي جاية. السلام عليكم. وعليكم السلام. سولت عليا؟ ما دراش قالوا لك منين؟ سولت عليك، ولكن كون كاع ما سولتش عليك، وكون كاع ما تلاقيتش معاك وهدرت معاك، عرفتي الناس اش قالوا لي عليك؟ محشوماش عليك، انتي كتبتيني انا بالخدمة، كتقولي من الخدمة للدار، وانتي ملي كتجي مع الخدمة كتهزك الطونوبيلة كديك للبواط، محشوماش عليك، انا كنت باغيك وناوي معاك المعقول، وملي مشيت سولت في الحومة ديالكم، قالوا لي شي هضرة اللي جرحاتني، وقالوا لي شي هضرة اللي بكاتني، انتي كاع ما كتجلسي في داركم كاع. وانا كنت باغي نتزوج بك على سنة الله ورسول الله، وفي الاخر ضحكتي عليا، علاش درتي معايا بحال ما هكا؟ نبلولا قولي لي انا كاع ما تاع الزواج، واش عرفتي شناهو الزواج؟ ولا تي تعيتي ودرتي وجا الوقتي وبغيتي تسترج بيا انا، حرام عليك والله هي تا حرام عليك وحشوم عليك. انا قالوا فيا هادشي، والله ما كاين هادشي اقسم بالله، اكذبوا عليك بغاو يحطوا عليا الباطل.
كيفاش بغاو يحطوا عليك الباطل؟ والله ما كاين هذا الشيء، اقسم لك بالله ما يمكنش الناس يكذبوا عليا. لا ما كانش بغاو يكذبوا عليا، بغاو يحطوا عليا الباطل، ما كاينش هذا الشيء. والله حتى كاين هذا الشيء، والله ما كاين. شوفي الناس ما غايكذبوش عليا، الناس كيعرفوك بزاف. دابا تيقشي الناس وكتبشيني انا ورا بالسيف غنتيق الناس، حيت الناس عايشين معاك في الحومه وملي كيشوفوا كل شيء بعينهم. انا ما عايشش معاك، انا تبعتك 10 ايام بنتي بداركم، ولكن ملي مشيت سولت على لقيتك لفعه. والله بغاو يحطوا عليا الباطل، والله ما كاين هذا الشيء. بنت الناس ما كاين لا زواج لا والو، سيري الله يسهل عليك، بقيتش عارفيني ما نعرف. صافي سيري الله يعاونك. قالت لك الناس بغاو يحطوا عليا الباطل، كذابه الاخرى. الله يتربي نجاني منه وحق الله، حمدت الله وشكرته. ما نبقاش نثيق في النساء حيت النساء خطر. او ما جولي فرقك ماشي سهل، عرسي قلبي كامل. او ما جيري كان حبنا عيدو، كل ما سمعتي كلام الناس كسروا بينا الالياس. والله ما بقات الثقه وحق الله العلي العظيم، بقات الثقه فينا وليد. السلام عليكم. بخير فقاي؟ لاباس لاباس الحمد لله. اش كتعاود؟ الله يشفيك. مالك وليد؟ واش غنقول لك السي الفقي، واحد الدريه كنبغيها وكنموت عليها، كتب عليا من الخدمه للدار للدار الخدمه، بغيت نتزوج بها، مشيت سولت عليها لقيتها فاسقه. واش تسمع هضره بنادم بعدا؟ وي الفقي، واش غدير؟ كل ما كنتش نسمع هضره بنادم كون رانا تزوجت بها وندمت، كون رانا دابا قاتله. واش بغيت تاخذ حتى شي وحده؟ تجيب واحد المشاكل خاصك تشوف بعينيك وحكم. وانا ما شفتش بعيني. تشوف بعينيك حكم. ولكن راه الناس قالوا لي يا سي ما سمعتش هضره الناس. الناس راه تتبعو غير الهالات باش تعرف. بقيتش كنثيق في النساء انا والله. والحمد لله والشكر لله. ولا اله الا الله محمد رسول الله. واه انا راه عندي واحد بنيه جاي، انا باغي اتزوج ياك. سول على تايا وغايقولوا لك شنو هو. بنتك دريويشه؟ دريويشه الحمد لله بخير، دار القرايه في الدار ياك. ونسول على بنتك ولا قالوا لي شي حاجه ماشي هي هذيك راه غنجي عندك. مرحبا الف مرحبا. يلا السلام عليكم. مرحبا. يلا الله يعاون. الله يرحم الوالدين السلفقي. امين. والله حتى نمشي نسول على بنته وبعد نصلي بالناس الحمد لله ونشوفوا الشيء. وصافا صاحب واش تجيعني؟ جي عندي حدا الجامعة صاحبي. السلام عليكم. السلام. كدير اخويا؟ الحمد لله. اسمح لي على الدخلة. لا يا اخويا الله يرحمك. واش نسولك؟ الله يرحم لك الوالدين. اخويا كتعرف بنت الفقيه اللي كيصلي بالناس؟ كنعرف اخويا. خويا راه باغي نتزوج بها وجيت بغيت نسولك عليها. واش بعقلك ولا وكل شي حاجه من غير الخبز؟ الحمد لله ياك لاباس. هذيك راه محشمه من الباص. لا حول ولا قوه الا بالله. وتر داير الشو هذيك واخا با فقيه وكيصلي. وانت ما تيقش اخويا، راه نصحك راه غادي تشوه راسك. البنتي تدري زوين غتشوه راسك. صدمتيني والله حتى صدمتيني. شوف فقيه وبغى يقولبني، بغى دابا هاد الفقيه هذا بغى يزوجني ببنته خارجه شايه للطريق. خويا راه غتشوه راسك، راه نصحك غتشوه راسك. الله يرحم لك الوالدين اخويا. فيقتيني وحق الله. فاق وسي ما تيقتينيش انا، نسول شي واحد اخر. غنسول شي واحد اخر ضروري. الله يرحم لك. لا هاني 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 شكرا اخويا. حتى تراك باغي دير اجر. بلادي بغى يتزوج اصاحبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيداير اخويا؟ الله يحفظك. بخير؟ الله يحفظك. تهاني مزيان الحمد لله. الله يحفظك. ما كيك لاباس خويا؟ باغي نتزوج بنت الفقيه وجيت نسولك، قولي الحقيقه. الله يرحم لك الوالدين.
واش لقى داير الجامع للور اللي كيصلي بالناس ها هو دابا على بنتو نتايا بنتو صافي كاش معايا البارح انا صح ويلي انت قال لك هاد الهضره انت باغي تزوج بها يلا قال لي دابا انت قال لك دابا وجي كتسول دابا نيت وانا الزواج هذا اخويا لا حول ولا قوه الا بالله ياك اخويا انت راه بنتو كاش معايا البارح ساره انا نويا الطاسه والقرطاسه كاين الله يعطيك الصحه كتشطح ليا وانا كنعلق لها في 4000 وشوف دابا هاد الفقيه كيصلي وكيخاف الله وكيصلي بعباد الله وبغى يتزوجني ببنتو مفسده واخويا انت كتبان لي انا يا صاحبي اللي قالوا لك كتشيق خويا الله يرحم لك الوالدين على هاد النصيحه ودرتي فيا خير كثير والله ولكن انا غنمشي عند داك الفقيه وغنتفرقع عليه وغنوريه عطيه على شي دور عطيه زيدو الله يحفظك سير دير لي الحيحه تما حيه عليه مزيان عندك تنسى بغيتك تهلل عليه قال لك بغيت تزوج تزوج سنة بيت معايا كنت بيت معايا تلقاني واقف هنا لا حول ولا قوه الا بالله لا تزوج شي بالرب نار اش غندير لهاد الفقيه هذا ما طلعش معايا راجل والله ما طلع راجل معايا نار كامل ويا بنتو كتفسد وكتسكر وبغى يجوجها بيا ها هو جاي والفقيه هاد السلام عليكم وما تسلمش عليا الله يرحم لك الوالدين دابا انت كتعرف بينك وبين الله وكتصلى بعباد الله وبنتي خارجه للطريق وباغي تزوجها بيا محشوماش عليك ودابا ما نهضروش هاد الهضره قدام الناس وسمعنا بنادم كلشي تيسمع يلاه معايا للدار نشربو كاس اتاي وغنوريك بنتي وغتشوف كلشي بعينيك ولا ما نمشيش معاك للدار لا علاش؟ ما باغيش نتزوج ببنتك ولا ما تشوفش علاه سولت علاه وقالوا لي ما نهضرش بناس تسمع هضره بنادم واه هضره بنادم ما تخرجت للطريق حيت هضره بنادم هما حاضرين كلشي في الدرب كيشوفوا بنتك وعارفين بنتك اش هما وهما باغينها وما لقاوهاش ودابا اش نقول لك السي الفقيه ما نمشيش معاك اه يلا وغنهضروا مزيان اه يلا يلا غنشرب معاك كاس ساعتي وغنجيب حالات مرحبا الف مرحبا صافي صافي يلا خويا وليدي مرحبا بك دار داركم وجلس وليدي جلس فقيه اه وليدي ما انت الدار عندك خاوي فين هي بنت ما عندي لا بنيه لا ما مزوج ما عندي لا ولاد لا وتات لا حتى حاجه وليدي لا حول ولا قوه الا بالله غنسمع بواحد الحاجه وليدي اسمع هضره بنادم ياك وديك الدريه كيما هضروا لك بها بالخيب راه هما باغينا وما لقاوهاش اش غنقول لك السي الفقيه الصراحه عطيتيني واحد الدرس اللي عمرني نساه وحق الله العلي العظيم انا ما ريحش مع راسي تنشوف بنادم تيهضر على بنادم ويعطي نافق فيه ويهضر عليه وتا حاجه ما غاده في المستقبل الصراحه السي الفقيه الكلام اللي قلتي لي معقول شوف انت ما عندك لا بنت لا والو مشيت تسولت عليك وقالوا لك بنتك خارجه الطريق وبنتك عاهره وفاسقه حيت الناس ما كيخافوش الله اش فيها الا قال لك اه هذيك السيده درويشه معقوله واش حامل وحده كانت فاسقه وتابت الله سبحانه وتعالى الحمد لله واش غنقول لك الله يرحم لك الوالدين فيقتيني وواعيتيني ونمشي عند الدريه نطلب منها المسامحه واش اللي كاين وليدي ودير عقلك دير عقلك فهمتي تقص ما هضرش بنادم وليدي تبعت هضرش بنادم وخرجات عليا لا لا قول لي فاش خدام وخدام واحد الخدمه زوينه والحمد لله انا الحمد لله دار وميسر وبغيت الدريه هذه ولكن واحد المراه قالت عليها واحد الكلام اللي جرحني انا في خاطري ومشيت عند الدريه وعايرتها وسبيتها وتا هي غيكون بقى فيها الحال كل ما واعيتينيش انت وفيقتيني كون انا بقيت غادي فواحد الطريق اللي ما تخرجنيش سمعها وليدي وما عادي الصبر الصبر انا غنمشي عند دار الله يرحم الوالدين انا وليدي عاد ونمشي نصلي بالناس العاصر بعدها من فيقت هذا الشيء اللي بغينا خدنا اجر عاد سيدي ربي وصافي والله تحشم على هاد الناس اللي كيحطوا الباطل على عباد الله والله تحشم عليهم كنا ما كانش لفقيه كنت غنبقى حاقر هذيك الدريه وظالمه يا ربي تسمح لي يا ربي والله تظلم ظلمات عند الله سبحانه وتعالى مني سولت عليها قالوا شي هضره ما فيهاش والفقيه تا هو ظلموه والله تا ظلموه ولكن ماشي مشكل غنسناها تدوز ونطلب منها المسامحه ونتزوج بها هاي جاي بغينا نهضر معاه اشنو بغيت واش نهضر معاه غير ديك المره قلت لي صافي سيري اجي الصراحه سمحي لي بزاف غلطت والله حتى غلطت والفقيه هو اللي فيقني هذوك الناس راه كانوا غير ظالمينك ومعدين عليك وسمحي لي حد صنطت عليهم
انا كنا كنتناول معقول ما نبقاش نداع على هضره الناس حيت واخا يقولوا الهضره ديالهم كل واحد عنده الماضي ديالو. انا بصراحه شيقشم وانا 10 ايام وانا حاضر انتي انسان دريويشه وبنت الناس ومعقوله والله عمرها دار ومني مشيت تسولت عليك قالوا فك شي هضره اللي ما كايناش فيك وبقى فيا الحال تطلقيت مع واحد الفقيه وهاد الفقيه هذا ما عندوش بنته وقال لي سير سول عليا ملي مشيت سولت عليه حتى هما بداو كيعايروا ليه في بنته. هاد الناس علاش كيديروا بحال ما كوش ما كيخافوش الله؟ راه حرام عليهم والله حتى حرام عليهم من جهه الله. الا كان الانسان خايف وشي واحد باغي يتزوج به يستروه الزواج هذا علاش كيفارقوا عباد الله؟ بغيت نطلب منك المسامحه اش بالك؟ ماشي مشكل. شوفي بنت الناس انا راه كنبغيك وكنموت عليك وباغي نتزوج بك ودابا غتمشي معايا لداركم على سنة الله ورسول الله وسمحي لي بزاف الله غلطت ولا تمرتك صافي سامحك صافي شكرا بزاف وحق الله العلي الغافل غلطت والله حتى غلطت صافي تقبلي تزوجي بيا؟ ها مرحبا الحمد لله فرحتيني بزاف والله يلا نمشيو.